اصدقائي احبائي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عاملين لكم حلقه جديده طبعا من برنامجكم وبرنامج المفضل، برنامج تحليل نغمات مع عمك البت احمد نادر على موقع في الفن، الموقع الفني الكبير والعظيم. والنهارده بقى عاملين لكم حلقه بعنوان الصيف بدا. الصيف بدا وبدا بقى ايه؟ الاغاني بقى تنزل الصيفي والدنيا بقى تحلو وعايزين نروح البحر بقى، زهقنا. فالفنان رامي صبري عامل لنا اغنيه مميزه وجميله وقيمه وقامه بعنوان هي. الفنان رامي صبري اصدر اغنيه جديده اسمها هي، والاغنيه لسه نازله من حوالي اسبوعين تقريبا او حاجه كده، يعني من ميعاد تصوير الحلقه. اغنيه عايزين نتكلم على كلماتها ولحنها وتوزيعها، لان في كلام كتير جدا يتقال على الاغنيه دي تحديدا. اغنيه هي اغنيه كلماتها مميزه جدا جدا جدا، واغنيه كلماتها مختلفه على الفنان رامي صبري، وهو ما غناش المفردات دي قبل كده، ودي حاجه لطيفه جدا وحاجه بتضيف للفنان رامي صبري. ولكن اللحن انا حاسس ان انا سمعته قبل كده كذا مره، هو اللحن في الودن موجود قبل كده، وبعدين احنا قلنا هي عشان ما نخبطش في هي بتاعت الفنان عمرو دياب، هي حياتي وروحي هي، يعني علشان الموضوع ما يدخلش في بعض او ما يبقاش دي شبه دي بالظبط. فاللحن كان حاسس ان انا سمعته في الودن، حاسس ان هو، انا بقولش ان هي شبه اغنيه هي بتاعت الفنان عمرو دياب، ولكن بقول ان هو نفس الابروتش، نفس المبادره، نفس بدايه الاغنيه، بس هو الاختلاف في طول النوته نفسها، يعني طول النوته من هنا لهنا. التانيه كانت بتقول هي، لكن بتقول هي، فالموضوع مختلف شويه. ولكن اللي انقذ اللحن او حطه في قالب مختلف هو التوزيع. طبعا التوزيع ودى الموضوع في حته مختلفه تماما تماما تماما، لان هو بدا بشكل رومانسي لطيف وفي جيتار بيلعب ايقاع او الميزان، ميزان سوينج او ميزان مرحل، يعني هو الميزان مش نازل في التيمبو بالظبط، يعني او الكوردات مش نازله في التيمبو بالظبط، حاجه تكنيكال كده في طريقه العزف. بعد كده الموضوع راح، انا حاسس ان انا دخلت كلاب. التوزيع لطيفه جدا، الايقاعات عظيمه جدا، صوت السينث باس او اللي هو احنا الجيتار البيس اللي بيعمل في حاجه اسمها سينث باس. سينث جاي من كلمه سينثسايزر او صوت مخلق، وده بيبقى موجود في البيس اللي بيستخدم دايما في الحاجات المزيكا الالكترو، سواء المزيكا الهاوس او التكنو او الحاجات دي. فالسينث باس كان معظم مع صوت الكيك اللي بتعمل دوم دوم او الدوم، فده ادى جروف او ادى حركه في الايقاع، خلت اللحن راح في حته مختلفه تماما، يعني خلت اللحن بقى طعمه مختلف خالص. هو بالمناسبه اللحن لطيف مع الموضوع، واللحن صيفي واللحن يرقص، ولكن التوزيع ساءت اللحن، المود مختلف تماما. انا الاغنيه من وجهه نظري بديها 8 من 10. ليه 8 من 10؟ لان احنا محتاجين الاغاني دي، هو ده وقت الاغاني دي، فهي الاغنيه نازله في وقتها وفي ميعادها وبالشكل المناسب للحالة اللي احنا فيها او للمناسبة الصيفية اللي احنا فيها. فانا شايف انها بصراحة مناسبة جدا، الكلمات كلمات لطيفة جدا ومختلفة، وهي الاغنية بالمناسبة من مقام النهواندي اللي بيقول دو ري مي فا سولا سي دو دو سي لا سول فا مي ري دو. طبعا نرجع لحلقة المقامات ونقعد نذاكر مع بعض كده المقامات شكلها عامل ازاي. فانا بحيي الفنان رامي صبري وببارك له على الاغنية وببارك لكل فريق العمل، اغنية مميزة جدا وبالنجاح والتوفيق ان شاء الله. ودي كانت حلقتكم من تحليل النغمات مع عمك البات، ونشوفكم في الصيف بقى ان شاء الله الجاي او القادم او دلوقتي او اي حاجة، المهم ان احنا نشوفكم في الصيف عشان الشتا ده انا ما بطيقوش، انا ما بطيقوش. يلا سلام عليكم.